انتوا صحيين معايا ولا كمان دقيقتين؟ دقيقة ونص، دقيقة. انا عارف المزاد بالطالع مش بالناس. المهم الصبر، وبعدين الفضل، نتفاضل. يعني اخذ يعني شيء لازم فيها فضل، لابد. انظر لها كما قلت لك من قبل نظرة اقتصادية، نستبدلها بمن يذاكر للأولاد ويغسل الثياب ويكويها وينظف البيت ويستقبل الضيوف. دول الخمس موظفات دول عايزين مرتب كام في الشهر اقتصاديا؟ ها الآن في تخصصات، زمان كانت الأم تغسل وتكوي وتعمل وتقول سبحان الله. الآن حتى اللي بيعملوا في البيوت لا، أنا تخصص نظافة البيوت فقط، أنا تخصص أنا أكون كواءة، أنا تخصص غسالة، أنا تخصص سبحان الله. فلا إله إلا أنت سبحانه. فالمسلم سبحان الله يعني ينظر لها نظرة تفاضلية في فضل. ثم تغافل. تغافل يعني ايه؟ يعني اعمل ان مش واخد بالك، تعمل ان مش كل صغيرة وكبيرة تروح ايه ماسك فيها، لا عديها عدي. ثم التغافر، مع التغافل في تغافر، تمسح، مش تفضل تخزن 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 وبعدين مرة واحدة زي الحرب الكيماوية والعياذ بالله. لا يعني خليك ايه، يعني خليك حنون، يعني ما فيش داعي اللي يخزن ده الجمل، لان الجمل حقود، يفضل يخزن صاحبه يضربه يضربه، يجي لما ينفرد بصاحبه في الصحراء يفتك به. لا، انت كريم الاخلاق، انت لست بعيرا، انت انسان سبحان الله من فضل الله. يعني القوامة عند الرجل ليست بالقوة وليست بالمال فقط، لا بالعكس، لان الاسلام في البداية كما راعى المقدرة المالية راعى المقدرة النفسية. لما الصحابية طلقت في اقل من دقيقة، اسمع الحوار هذا: يا رسول الله، زوجي فلان لا اعيب عليه في خلق ولا دين. يعني زوجها ايه؟ دينه ملتزم، اخلاقه ما تقدر تقول فاشل، ولكني اكره الكفر في دين الله. يعني ايه اكره الكفر؟ يعني انا لا احبه، فلما ما احبه لا اعطيه ما يريد، ولا اعطيه طاعه ولا ابتسامه ولا كلمه طيبه، فانا خايف اكون كده كافرا للعشير. هو قاعد: نحلتها حديقه يا رسول الله، انا من ضمن حديقه. انت كده كان اول عمليه خلع في الاسلام. قال: ردي عليه حديقته. قالت: هي له. فخلعها النبي في لحظه. نروح للجنه الاصلاح الاسري، نروح للشيخ ونقعد ونجيب ابوها ونجيب ابوه ونقعد نتكلم. والام تقول: اصل الحكايه، اصل يعني خالتك ساعه الخطبه في 7 يناير 1943 كانت قاعده قالت كلمتين مش لطاف، وعندها زهايمر في كله الا في الشر. عندها زهايمر في كل شيء، لو سالتها عن اسمك مش سبحان الله. عارف الراجل لما راح صاحبه يمر عليه فقال: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تشرب ايه؟ قال: لا والله لازم تشرب. فبينادي على زوجته: يا روح قلبي، يا حبيبتي، يا كريمه الاخلاق، يا. فالراجل قال: يا سلام، 40 زواج ما شاء الله، مالت تنعتها بالصفات الطيبه. قال: يا شيخ نسيت اسمها، لا اله الا الله. طلع الموضوع غير ما انت فاكر، لا اله الا انت. فانا مش عايزك تنسى اسمها، الله يرضى عليك، خلي بالك. فالمهم ان ده التغافر، التغافر. ثم ان الانسان يبتغي وجه الله سبحانه في ان يصبر ويتصبر. وامر اهلك بالصلاه، ها، الصلاه بس، لا الصلاه والمعامله والى اخره. نسال الله سبحانه ان يؤدم بين الازواج والزوجات، والا يبغض ابناءنا في الزواج، ولا يكره بناتنا في الزواج، وان يؤدم بين الجميع ويوفقهم. لا تنسونا من صالح الدعاء ان شاء الله. ونعم يا سيدي، الخمسه دي بتكتب وراي، الله اكبر، في ما شاء الله في عددين هنا. طيب نبدا الخمسه، بيقول لك انت كده ضحكت علينا في واحد. نمره واحد الصبر. طب ما نخلي نعمل الصبر الاسبوع ده وبعدين نمشيها كده، يعني خمسه. طيب ما الصبر، وبعدين التفاضل، نعيش في الفضل، خلاص، وبعدين التغافل، خلاص، وبعدين التغافر، وبعدين ابتغاء ما عند الله. يعني انا بعمل ده كله ليه؟ ها، هي كده. ماذا قال ربنا عن زوجة زكريا؟ ها، قال ايه؟ واصلحنا له ايه زوجة. واحد رجل فاضل كريم، استاذ في الجامعة في روما، مسلم، فكنت معه في السيارة راجعين بعد مؤتمر، فدردش عن حالة الزواج في اوروبا والى اخره. في اخر ربنا قال واصلحنا له زوجة. الرجل وضع ايده على دماغه قال: يا الله،
والله انا راجل عندي 59 سنة اول مرة اخد بالي ان الاصلاح بيني وبين زوجتي جاي من فوق. واصلحنا من الذي يصلح؟ طب متى يصلح؟ ها، اذا اصلحت انت علاقتك بينك وبين الله. ونختم بكلام ابن عباس الذي قال: اعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. اذا شاف دابته بقت مش مطيعه ومش مريحه وزوجته مش مطيعه، مش يقول زوجتي هي المخطئه، يقول انا التي علاقتي انا الذي علاقتي بالله ليست على ما يرام. نسال الله ان يشرح صدورنا وان يقضي قلوبنا وان يتقبل منا ومنكم. بالله عليكم، والدكم يقول لكم اصبروا على الزوجات هتجدوا فيهم خير ان شاء الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.